الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كابتن علاء، يمكن نتيجة المباراة أو سير المباراة خلى مستر موسيماني يلعب بنفس الأسلوب من بداية المباراة لآخر المباراة، ونجح في اللي هو عايزه في الآخر. هو مش ما بيغيرش أسلوب مستر موسيماني، هو خلاص راسم الطريقة دي والأفراد اللي هتبدأ ومش هيغيرها. 2-0 نتيجة، هو بيفكر هو مستريح مش مضغوط. صح. لو 1-0 اقول لك ممكن كان غير في الطريقه نفسها، لكن 2-0 ايما مديها ارتاح مستر موسيماني ان هو يفكر هي بالطريقه دي ويكمل بيها لنهايه المباراه مع التغييرات اللي حصلت. كل الضغط على الفريق المنافس 2-0، وكل ما الوقت بيعدي هو بيفكر يعمل ايه، خصوصا بعد 1-0 كمان، يعني متاخر 2-0 والاهلي جول بقى 3، هو الوقت خلاص. مع بص احتمالات ان هو يكسب مباراه بقت عايزه معجزه. هو بيعمل كل التغييرات كلها تغييرات هجوميه، حاجه غريبه جدا. ما فيش 4-2-4 اما رجع قديم قوي يعني. حلواني هو ده بقى، هو ده دايما اللي مضطر يغير. لكن مستر موسيماني في كل الاحوال هو في هدوء هادي جدا جدا جدا. 1-0 طبعا نتيجه ممتازه، 1-1 ما حصلش اي حاجه. مزبوط. كل الامور في المباراه هو بيفكر بهدوء. مزبوط. حتى بقى التغييرات مكان بمكان، لكن الطريقه واحده، يعني حافظ على 3 نص الملعب وحافظ على 3 فراوده مع النزول، وبيخلي دايما راس حربه لوحده. حتى اجي لما نزل كان دايما لوحده، ونزل طاهر عمل حيويه شويه، حسين الشحات زي ما كابتن شريف كان بيتكلم برده نزل شويه عند محمد هاني، وكنت اتمنى ان تغييرات حسين او طاهر تبقى بدري شويه، لانك انت كان كل المشاكل عندك كانت من ناحيه محمد هاني. لو كانت التغييره دي بدري شويه اعتقد الامور بقت اسهل شويه. هي يعني حاجات مش خطر قوي، لان هو طريقه لعبهم ايمن ما تحسش ان هم خطر، هم الكره معاهم استحواذ تمام، لكن بعد استحواذ ده ايه الخطوره بتحصل؟ صح. حاجات اللي كان كلامها كابتن شريف مش مقلقه. مزبوط. فين وفين لما بيقلقك؟ حتى الكور اللي بتقلق شويه، يمكن اكتر فرصه طلعها الشناوي اللي هو الانفراد اللي حصل ده، وطلعها الشناوي هايل. لكن غير كده الفرقه دي لو لعبت يومين تاني مش يعني عارف الخطوره، ما عندهمش احساس بالوقت خالص. هم بص يا كابتن شريف، هم بيلعبوا كره حلوه استمتاع جماليه. لكن ما بيفكرش في النتيجه، عكسك انت. صح. انت راجل دايما بتبص على النتيجه، عايز تكسب المباراه، عايز توصل للادوار، دايما عينيك على بطوله. عشان كده انت بتبقى لو خسران بتبقى متعصب قوي، عايز تكسب، بتبقى كسبان 2-0 بتلعب مباراه هناك، ما يهمكش الشكل العام كله ايه، انا عايز اتاهل دايما. صح. في الاخر بعد كل الكلام والشرح والطرق وكده، انت في الاخر بتبص هي النتيجه كام. صح. مين يتاهل؟ هو النادي الاهلي يتاهل وما خسرش على فكره كمان. مزبوط. 1-1 عشان كده احنا باركنا بدايه الاستوديو 1-1، والاداء زي ما هو مستر مسلمان عايزه. مزبوط. هو مش عايز، انا مش هفرح بحلاوه الاداء. طب سان داونز النهارده الله على الاداء وجماله، عمل ايه؟ ولا حاجه. لكن انا بلعب على نتيجه، بلعب على في هدف قدامي. صح. الهدف انا عايز اتعدى الدور ده 2-0 زي ما بقول لك. نتيجه كلنا اجمعنا في الاستوديو ان هي نتيجه مريحه على فكره. صح. مريحه جدا، وبتلعب منافس قوي. منافس قوي طبعا، سان داونز منافس محترم جدا، وعرفت تلعب معاه ازاي. يمكن كابتن شريف كان بيقول ان هو ساب له نص الملعب، هو كان يعني على شكل طريقه اللعب دي، على شكل انت هتبدا ازاي. يعني احنا كاننا قلنا 3 في نص الملعب، انت مش هتقابل من قدام، هتسيب له نص الملعب. لكن هو خلاص مستر موسيماني حتى الحاجات اللي زي ما بقول كده الرتوش الاخيره على سان داونز، هو عارف ان خلاص الفريق ده مش اللي هو هيضغطك في نص ملعبك حتى لو سبت الاستحواذ، ويبقى عندك دايما مشكله. لكن هي الخطوره كانت بتيجي فين وفين. لكن طبعا اداء محترم جدا لكل اللعيبه، ومجهود طبعا يشكروا عليه كلهم. مباراه مش سهله،